إذاعة سلطنة عمان تقدم إصدارات عمانية. لا أحب الكتب لأني زاهد في الحياة، ولكني أحب الكتب لأن حياة واحدة لا تكفيني. إصدارات عمانية. إصدارات عمانية. إعداد وتقديم هلال بن سيف البادي، إخراج هاني بن سعيد السعدي. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة اليوم من برنامج إصدارات عمانية نتناول معكم كتاب خطاوي الطير للكاتب والصحفي خلفان الزيدي، الصادر مؤخرا عن مؤسسة بيت الغشام للنشر والترجمة في 276 صفحة من القطع المتوسط. وهذا الإصدار الجديد للكاتب خلفان الزيدي يحمل طابع الرحلات الأدبية ومشاهدات يقدمها لنا خلفان الزيدي في قالب أدبي جميل. يرتحل الكاتب بنا إلى 10 وجهات زارها خلال مدد زمنية متنوعة، من صنعاء إلى القاهرة، ومن بيروت إلى أسبانيا أو كما أسماها بالأندلس، ومن باريس إلى أمريكا إلى لندن ونوتنغهام ثم سراييفو فيينا. لكنه قبل أن ينطلق إلى كل هذه البلدان والمدن كان عليه أن يفتتح بمسقط الحكاية، ومنها انطلقت وجهاته الأخرى. إذن نحن اليوم مع كتاب آخر من الكتب العمانية التي صدرت في الآونة الأخيرة، نتعرف عليه أكثر من خلال مؤلفه الكاتب والصحفي خلفان الزيدي الذي يحضر معنا اليوم في برنامج إصدارات عمانية. مرحبا بك خلفان في برنامج إصدارات عمانية. أهلا وسهلا. طبعا هذا ليس كتابك الأول في أدب الرحلات، ويعني خطاوي الطير، أنت الطائر الذي يحلق إلى مدن متعددة، وذهبت من قبل إلى يعني إصدارات أخرى صدرت لك في هذا المجال. بالنسبة لأدب الرحلات والكتابة عن المدن، أعتبر كتاب نحيب النهر الذي صدر العام 2007 عن وزارة التراث والثقافة في مناسبة مسقط العاصمة الثقافية اللي كان 2006، أعتبره البداية الفعلية الأولى لي لكتابة الرحلة أو لكتابة حكاية المدن. نحيب النهر كان يسرد حكاية زيارتين إلى بغداد. بعد هذا الكتاب وبعد كتابة حكاية بغداد كانت هناك مجموعة من الرحلات وثقت بعضها، صدرت كما ذكرت عن دار بيت الغشام هذا العام في باسم خطاوي الطير. تبدأ إصدارك هذا بإهداء لطيف إلى نزوة كأن لم أسافر، ونزوة هي مكان الإقامة الأول، وهي المدينة التي لم ترتحل إليها في مهمة إلا مهمة حب. لماذا لم تكتب عنها في هذا الكتاب؟ أنا أعتبر كما ذكرت في الإهداء أنني في نزوة وأنها تحضرني في كل مدينة أسافر إليها، أنظر إليها بروح المحب العاشق المتمسك بجذوره في هذه المدينة. من نزوة كانت الانطلاقة إلى مسقط ومن ثم إلى مدن عربية وعالمية. لم أستطع أن أكتب عن نزوة كأني مسافر، ولكن كتبت عن نزوة بالحنين إليها، وهذا أيضا واحد من الإصدارات التي قدمتها باسم ذاكرة الحنين. سؤالي السابق أعكسه الآن وأسألك، لماذا مسقط وهي المدينة التي تعيش فيها أغلب وقتك بحكم العمل والحياة الثقافية، وهي التي بدأت بها كمفتتح في هذا الكتاب؟ كما ذكرت في مقدمة الكتاب، لا يمكن أن تنطلق إلى مدن وعواصم
عربية وعالمية دون أن يكون منطلق مسقط الحكاية الجميلة التي كان الطفل الصغير في داخل ينظر إليها كعشق وكأمنية للسفر إليها. الطفل لم يكن يحلم أكثر من السفر إلى مسقط كونه عاش في بيئة ريفية أو في مدينة في نزوة، كانت أقصى أمانيه في تلك الفترة في تلك المرحلة الوصول إلى مسقط. لذلك حين كتبت حكاية مسقط كتبتها بروح الطفل الصغير الذي كان ينظر للمسافرين أو للذاهبين إلى مسقط أيام الجمعة أيام العمل بداية الأسبوع ثم السبت، وثم يترقبهم مع نهاية الأسبوع وهم يحملون حكايات هذه المدينة التي يعشقها. يعني هذه الحكاية ما زالت متواصلة حتى اليوم بالنسبة لخلفان زيدي. ربما مسقط بالنسبة للرؤية نحوها تغير عما كان ينظر إليه الطفل، باعتبارها أن الأمنية صارت شيء مألوفا، المدينة صارت متجانسة ومتآلفة مع الطفل الذي كان ينظر إليها كأمنية بعيدة التحقق. بداية الرحلات كانت صنعاء، لنتحدث عن ملابسات رحلتك إلى صنعاء، متى كانت وكيف جاءت هذه الرحلة؟ رحلة صنعاء هي في الأساس كانت للمشاركة في مشروع كتاب في جريدة، وكانت مهمة عمل من بحكم عملي الصحفي، لكني وجدت صنعاء مدينة تقترب من ذاتي، مدينة تراثية تحافظ على سمات التراث والتاريخ والحضارة البساطة. لذلك تألفت معها وكتبت حكايتي وحكاية صنعاء. متى كانت هذه الرحلة؟ كانت في 98 تقريبا، في هذه الفترة، يعني ربما قبل يعني فترة طويلة من قبل فترة طويلة، لكن كتبت الرحلة ربما بعد سنوات من ذلك بما أحفظه. عندما عدت للكتابة عنها الآن بعد فترة من الزمن، يعني ما الذي استحضرته في تلك المدينة؟ انطلقت من قول الشافعي لابد من صنعاء وإن طال السفر. من هذا المعنى ذهبت إليها محلقا بالكلمات، أحاول أن أستعيد بعض الذكريات، الحكاية، الشخوص الذين تقابلت معهم هناك. طبعا الرحلة كانت إلى صنعاء أكثر من 7 أيام، لكني لم أستطع أن أستعيد إلا بعض الشذرات أو بعض المقتطفات الصغيرة من حكاية الرحلة، وسردت ما أحفظه فيها هذا الكتاب. طيب الملاحظات التي تذكرتها بعد أن كتبت رحلتك أو بعد ما كتبت الحنين إلى صنعاء لنقل بين قوسين، هذه الملاحظات ألا تتذكر بعض منها التي لم تدونها فعليا؟ ربما أتذكر بعض منها، ولكن ليست بالصورة الكاملة التي يمكن توثيقها. الرحلة التالية هي إلى القاهرة، والقاهرة مدينة لابد أن تتكرر زيارتها مرة أخرى إن لم تكن مرات. حدثنا عن تجربة القاهرة، بالتأكيد لم تزرها مرة واحدة بل بالفعل مرات عديدة. القاهرة من المدن التي كتبت عنها مرتين، وربما في مشروع كتابة رحلة ثالثة أو حكاية ثالثة، لكني اخترت في هذا الكتاب أن تكون الرحلة الأولى إلى القاهرة. متى كانت هذه الرحلة الأولى؟ ربما كانت في 2000، وكانت في الأساس القاهرة محطة للذهاب إلى مدينة أخرى في جمهورية مصر وهي شرم الشيخ. نزلت في القاهرة ليلة واحدة، ومن ثم عدت من شرم الشيخ، فوجدت نفسي أني أطوف في مدن في القاهرة، في أزقتها، في طرقها، في ميادينها، في شوارعها، وأذهب مقتفيا أثر الشخوص الذين تابعتهم في حكايات نجيب محفوظ مثالا، أو في
الأفلام السينمائية متتبعاً الأماكن التي ترد كخان الخليل والأزهر والحسين. هذا هو ربما الانطباع الأول الذي يذهب إليه المرء عندما يزور القاهرة، أن يبحث عن مثل هذه الأماكن. بالتأكيد. الرحلة التالية كانت إلى بيروت، وهي المحطة العربية الثالثة والأخيرة في هذا الكتاب. دعنا أولا نتحدث عن بيروت، متى كانت الرحلة وماذا رأيت فيها في تلك الفترة؟ بيروت هنا تختلف ربما عن باقي الرحلات، لأن هذه عبارة عن ثلاث رحلات في حكاية واحدة، وذكرت هذا الشيء. لم أكتب هذه الحكايات إلا بعد ما تأزمت الأوضاع في هذه المدينة الجميلة، وبدأت الأخبار تأتينا بالتفجيرات والعمليات الإرهابية، وبالضبط بعد استشهاد رفيق الحريري 2005 يعني. في 2005 كتبت عن بيروت المدينة الجميلة التي كنت أذهب إليها وأستعيد حكايتي وتجوالي هناك، من بيروت إلى بعلبك إلى المدن الأخرى، وأيضا استعدت بعض حكاية الشخوص الذين كنت معهم، بدءا من الأصدقاء محمد اليحيائي وطالب المعمري، ثم أحمد الأستاذ الأديب أحمد الفلاحي، وإلى ما تلا ذلك من مشاركتي في مشروع كتاب في جريدة. إذن يعني ربما يعني صنعاء وبيروت الرابط الخفي بينهما كان مشروع كتاب في جريدة. هو الرابط بين معظم الرحلات التي قمت بها العمل الصحفي. أنا أذهب إلى هذه المدن ليس للتوثيق أو ليس للكتابة، ربما للمشاركة في مؤتمر معين أو ندوة أو فعالية أو جولة سياحية، ليست بغرض الكتابة أو التوثيق والسرد، ولكني أجد أنني أتألف مع هذه المدينة، أجد نفسي تتوق إلى توثيق وكتابة حكاياتها ذكرياتها، وأسكب بعض الحنين الذي يراودني إلى هذه المدينة عبر الكلمات. القاسم المشترك بين هذه المدن الثلاث والمختلف؟ القاسم المشترك أن هذه المدن جميعها أحببتها وجميعها تسكنني. هل هناك مدينة لم تحبها زرتها ولم تحبها؟ كثير. لا نذكرها أحسن. بعد هذه المدن العربية تطل علينا من الأندلس، وأنت على ما يبدو قاصدا مقاطعة الأندلس في أسبانيا التي ربما تشمل إشبيلية وقرطبة، ويعني مقاطعات كنا نراها تفيض بالدم العربي. كيف وجدت هذه المدن في أول زيارة لك؟ ذهبت إلى الأندلس للمشاركة في فعالية أقامتها مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين، وهي مؤسسة كويتية تقوم على تنظيم فعاليات تعنى بالشعر العربي وتعنى بالحوار بين الحضارات. كانت الأندلس واحدة من الواجهات التي ذهبت إليها المؤسسة، وكان من حسن الحظ مشاركتي في هذه الفعالية ربما في 2004 أعتقد. ذهبت إلى الأندلس وأنا لا أعرف كيف سأكتب عن الأندلس. كانت البداية حينما ذهبنا إلى المسجد أو الجامع الكبير، وهناك في الحديقة الخلفية رأينا بيت شعر لابن زيدون وولادة بنت المستكفي. استحضرت حكاية ابن زيدون باعتبار أنها الشخصية البارزة، الشخصية الأدبية البارزة الأكثر التي يمكن تتبع حكاية ابن زيدون ومعها حكاية الأندلس، من حيث انتقاله بين مناطق ومدن الأندلس، ومن ثم ما سكبه من عشق ووله لهذه الربوع، وأيضا حكايته مع ولادة بنت المستكفي. فكانت رحلة الأندلس جزء منها ينطلق من حكاية ابن زيدون، ثم الدخول إلى المدينة، وبعد ذلك استعادة الأمجاد التي تركها العرب هناك أو رحلوا عنها. زرتها فيما بعد؟ للأسف.
إذن ذهبت إلى باريس وكتبت عنها أنها فاتنة بديعة مضيئة مقمرة متألقة مزدانة تضج بالمعاني والأوصاف. هل هي فعلا باريس كما وصفتها كذلك؟ ما الذي جعلك تعتقد أنها تمثل هذا الكلام؟ باريس هي مدينة النور، مدينة الفكر، مدينة الثقافة، مدينة المعارف، الثقافات. باريس كانت الأقرب إلى الوطن العربي من حيث أن الكثير من الأدباء، الكثير من المفكرين كانوا يتجهون إلى باريس وكانوا يكتبون حكاياتهم ولهم في عن هذه المدينة. أذكر في هذا المجال رفاعة الطهطاوي تلخيص الأبريز في باريس. من هذا المنطلق حينما وصلت إلى باريس كانت الكثير من الأشياء التي يمكن الكتاب عنها. وعلى أنا ذهبت إلى باريس مرات تالية، لكني وجدت سمة خاصة يمكن الكتاب عنها في هذه المدينة، وهو شارع الشانزليه. هذا الشارع الذي لا يتجاوز طوله بضع كيلومترات، ولكن يضج بمختلف الثقافات، وتجد فيه مختلف الأجناس من وناس من شعوب مختلفة، جنسيات مختلفة. فلذلك كان الشارع الشانزليه هو الأساس الذي كتبت عنه في رحلة باريس، ولم أتطرق إلى أي وهذا كان سؤالي اللاحق، أنه لماذا خصصت الحديث في هذه في كتابك هذا وفي خطاب الطير في رحلتك إلى باريس عن هذا الشارع بالتحديد؟ ربما لأنه استوقفني أكثر، يعني استوقفني كما ذكرت لك لتعدد الثقافات. أنا رأيت في هذا الشارع نموذج مصغر للمدينة التي تعج بالثقافات والأفكار المختلفة. ألم ترها في مكان آخر؟ ربما سيقول لك لو ذهبت ربما إلى شرق آسيا لوجدت هذا التنوع، أو لنقل لو ذهبنا حاليا إلى مدينة قريبة منا كدبي لوجدت مثل هذا التنوع. ستجد هذا التنوع في المدينة بشكلها الشمولي، ولكن ليس في جزء من المدينة. أنا أتحدث عن الشارع والتنوع الموجود به. طيب، من باريس تذهب إلى واشنطن وتتعرف إلى جزء يسير من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني وحتما هي تجربة مختلفة. واشنطن هي العاصمة، وربما هي لا تمثل يعني كل الولايات المتحدة، ولا تمثل الثقافة الأمريكية، أو لا تمثل يعني ما يمكن أن تقتنصه من أشياء تخص الشعب الأمريكي وتخص الثقافة والتاريخ الأمريكيين. كيف وجدت هذه التجربة؟ ربما لم تكن يعني تجربة طويلة المدى، ولكنها تجربة مهمة بالنسبة لخلفان الزيدي. تجربة مهمة. أنا نظرت لواشنطن والولايات المتحدة بالشكل العمومي، نظرت لها من جانب أنها الوجهة الأخرى. لما نذكر الشرق والغرب، لما عندما نذكر التباين أو الاختلاف بين ثقافتنا، بين نحن وهم، فلا بد أن تكون أمريكا هي المقصد الأساس في هذا الموضوع. أنا ذهبت إلى أمريكا كقادم من الشرق، بفكر، بثقافة، بلغة، برؤية، بسياسة مختلفة. أنظر لهذه البلاد التي شغلت العالم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. دائما حينما ننظر أو نضع الآخر بين قوسين تكون الآخر رديف لأمريكا. فلذلك أنا ذهبت لأتعرف على هذا الآخر. واشنطن باعتبارها مركز السياسة، هل هي أمريكا أو الشعب الأمريكي كما نخاله، أو كما هي الفكرة المتداولة أنها دائما المتآمر الواقف في وجه العربي أو الإمبريالية وكل هذه المعاني؟ ذهبت إلى هناك وأنا أحمل فكرة مضادة عن هذه البلاد، ولكني حين وصلت وجدتها برؤية مختلفة، والانطباع والفكرة التي كانت لدي ربما حين وصلت إلى هذه البلاد تغيرت. في هنالك يعني تفاصيل
ذكرتها في مسألة الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية عموما، خاصة التفتيش الدقيق، الدقة في مطاراتهم فيما يتعلق بمسألة القادمين إلى الولايات المتحدة. أولا سأسألك، هذه الرحلة ربما ذهبت إلى واشنطن بعد أحداث 11 من سبتمبر. نعم، بعد أحداث 11 من سبتمبر. لماذا يعني هذا التشدد في من وجهة نظرك؟ هل هو فقط مرتبط بكونك قادم من منطقة الشرق الأوسط؟ هو ليس لأني قادم لكن من الشرق الأوسط، ولكن لأنها تدابير وإجراءات اتخذتها أمريكا ضد كل من حماية لنفسها نوعا ما. لكن أنا كنت أريد أن أقول أن الذهاب إلى أمريكا لم يكن الأمر أمرا هينا وسهلا، والذهاب إليها ليس كالذهاب إلى أي مدينة. لذلك سردت بعض من التفاصيل والمعاناة التي واجهتها. لكن حين وصلت بدءا من المطار، وحينما كنت أعتقد أن الدخول إلى هذه البلاد سيكون أمرا شاقا، وجدته أمرا هينا وسهلا، وجدت الشعب متجانس ومتفاعل وقريب من الآخر الذي يحمل الثقافة المختلفة الذي هو أنا. لماذا كتبت عن لندن وتوتنهام مع أن البعض سيقول لك ما المميز في مدن بريطانية وكل العرب يذهبون إلى هناك وهم أيضا هناك؟ ما الذي يمكن قوله عن مثل هذه المدن، المدن البريطانية بالتحديد؟ ذهبت إلى لندن وكانت الفكرة الكتابة عن الوجود أو التواجد العربي والإسلامي في هذه المدينة، وكيف يحظى المسلمون هناك بالعناية والرعاية، وكيف أنهم يمارسون طقوسهم ويمارسون عبادتهم بكل حرية، ولهم مراكز إسلامية بعكس ما هو متصور. وأيضا تحدثت عن الأحزاب السياسية. رحلة لندن كانت بعض الشيء تحمل طابع السياسي، لكني بعد إذ وجدت أن أغير الطابع والأسلوب السردي حول لندن وأتحدث عن نوتنغهام من خلال زيارة إلى مجموعة من الطلبة العمانيين في هذه المدينة، و التعايش معهم والحياة على بساطتها في هذه المدينة. تتبقى في هذا الكتاب رحلتان، سراييفو وفيينا، كيف وجدتهما؟ أنا أتذكر أنك كتبت عن سراييفو في جريدة الوطن عندما عدت ربما، أو كذا كتبت بعض الشذرات. تحدثنا عن هذه زيارتين، سراييفو وفيينا. سراييفو كما هي بيروت نوعا ما خرجت من رحم معاناة من حرب أهلية أكلت الأخضر واليابس. ذهبت إلى سراييفو وأنا أرنو لرؤية المدينة التي خرجت من جحيم الحرب وعادت لتبني نفسها. في سراييفو وجدت التعايش الذي وجدته في مدن أخرى، التعايش الإسلامي اليهودي المسيحي، الكل في هذه المدينة يسعى للبناء والتعمير وإعادة بناء ما أحدثته الحرب. سراييفو كان حسن الطالع في زيارتها أني بصحبة أديب وشاعر، هو الأستاذ أحمد الفلاحي والشاعر الشيخ هلال العامري، وأيضا برفقة صديق صحفي هو عاصم الشيدي. فوجدت أن هذه المدينة أيضا قريبة من ذاتي بحكم الرفقة الذين كانوا معي وبحكم حكاية المدينة بعدما خرجت من أتون الحرب. وفيينا؟ فيينا استعدتها من أغنية أسمهان الشهيرة ليالي الأنس بفيينا، وهذا ما أيضا حمل العنوان الرحلة. فيينا أخذتها ببساطتها بالشعب أو الناس الموجودين فيها كيف يعيشون حياتهم في مدينة تضج بكل هذا الجمال.
فيينا هي مسقط رأس الكثير من الموسيقيين والكثير من العباقرة في الفنانين. ذهبت هناك إلى متاحف ورأيت لوحات عالمية واستمعت إلى مقطوعات موسيقية شهيرة. رأيت الكثير من الجمال الذي يمكن أن يكتب عنه صفحات كثيرة، ولكني كتبت هذا ما تيسر. الآن سأخرج من صلب الكتاب وأسألك عن الكتابة في أدب الرحلات. بالطبع كما ذكرنا في بداية هذا الحوار أن قطاوي الطير ليس الكتاب الأول الذي تصدره في مجال الكتابة عن مدن أو الكتابة في أدب الرحلات. ألا يفترض أن تكون تلك الكتابات يعني مهيئة من قبل، بمعنى قصدية الرحلة وأن يكون مخططا لها، تكون هي المهمة لا أن تكون ذاهبا لمهمة عمل أخرى صحفية كانت أو ثقافية إلى تلك المدن؟ أنا أحاول أن لا أؤطر نفسي ولا أضع ذاتي وأنا ذاهب إلى هذه المدينة للكتابة عنها، بحيث أني أسجل ملاحظات وأدون ما أشاهده حتى أكتب. نية الكتابة ليست مبيتة وأنا أذهب إلى أي مدينة. ما حدث نموذجا في رحلة بغداد، وهذه كما ذكرت أنها في كتاب مستقل باسم نحيب النهر، ذهبت إليها العام 2000 ثم عدت إليها العام 2002، لكني لم أكتب عنها إلا بعد سنوات من هذه الرحلة حينما سقطت بغداد بعد الاحتلال وتبدلت حالتها وصورتها. هناك استعدت هذه الرحلة وذكرت وكتبت ما استطعت العثور عليه في الذاكرة من مشاهد وحكايات. بالنسبة لحكايتي مع المدن، أنا لا أذهب كما ذكرت أن لكتابة عن هذه المدينة أو لتوثيق الرحلة، وإنما أترك لذاتي أن تستشعر كيف إحساسها وكيف تآلفها مع هذه المدينة لأكتب عنها أم لا. لم أكتب إلا عن المدن التي أحبها. ولم تكتب عن المدن التي لا تحبها. طيب ما الذي قدمته هذه الرحلات والزيارات؟ بالنسبة لي أجد نفسي في كتابة الرحلة أنني أستطيع أن أكتب جميع الأجناس والأساليب الأدبية التي أعشقها، من القصة، السرد، الوصف، وحتى الخاطرة، طبعا ما عدا الشعر. أجد أن مع أنك فعليا تكتب بلغة أقرب إلى الشعر. أجد أني أتخلص من كل القيود وأني لا أحاول إلا أن أكتب كما أريد لنفسي. المشروع القادم الذي توحي به ربما يعني نشرك في ملحق أشرع في الوطن هو زيارتك للقدس، وهذا هو سؤالنا الأخير، ماذا عن هذا المشروع؟ رحلة القدس لم أكن حين ذهبت إليها أتوقع أن تمتد المشاهد لتصل إلى هذا الكم من الصفحات التي كتبتها. وجدت أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن ذكرها عن هذه الرحلة. ليست رحلة عادية، أنا أعتبر أن القدس هي الرحلة التاريخية بالنسبة لي وبالنسبة لكل من يقوم بزيارة هذه المدينة. لذلك أعتقد أن القدس بحاجة للاحتفاء بها في كتاب أو في إصدار مستقل كما هو حال بغداد. إن شاء الله. وهذا هو كان ختام الحديث معك خلفان، نشكر لك حضورك معنا في برنامج إصدارات وإصدارات عمانية، وبكل تأكيد في انتظار يعني نسخة يعني قريبة من كتاب يحوي سواء مشروع زيارتك للقدس أو حتى المدن التي لم تسجلها في كتابك خطاب الطير. شكرا لك على هذا الحضور في برنامج إصدارات عمانية. شكرا جدا لك هلال على إضاءة هذا الإصدار وعلى إضاءة الإصدارات العمانية الشابة. شكرا. وأعزائي المستمعين، في الأسبوع المقبل لنا لقاء آخر مع كتاب آخر. حتى ذلك الحين لكم أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله. إصدارات عمانية.
أحب الكتب لأني زاهد في الحياة، ولكني أحب الكتب لأن حياة واحدة لا تكفيني. إصدارات عمانية. إصدارات عمانية. إعداد وتقديم هلال بن سيف البادي، إخراج هاني بن سعيد السعدي.